السلام عليكم اخواتي، وكراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله جربت انا هذا البرودوي اللي راكم تشوفوا فيه، منتج سيواكي خاص بالاسنان، تبييض النفس المنعش، يحمي لكم اللثه تاعكم، وطبيعي 100%. شوفوا ديجا الباكاجينغ تاعها كيفاش داير، تحسبوه برودوي تاع لامبورطاسيون. ثاني حاجه طبيعي 100%، متكون من السيواك. النتيجه تشوفوها في اسبوع، يعني انا جربت وشفت اسبوع وانا نستخدم في هذا البرودوي. كاع سقساوني قالوا لي سنانك راهم شابين. شوفوا جربوه ما غاديش تندموا، ما من السعر تاعو في المعقول اللي نطيقو كامل نشرو من هذا المنتج، غادي تستغني نهائيا على الدونتيفريس، وتخدمي بحاجه طبيعيه تحمي لك اللثه وتبيض لك الاسنان وتقويهم وتعطيك مام نفس منعش. سيواكي ما غاديش تندموا عليها. انا الحاجه اللي نجربها ونستفاد منها وتعطيني نتيجه، نبغي ننصح خواتاتي وحباباتي اللي راهم يتبعوا فيا هما تاني باه يستفادوا من هذا المنتج. في صندوق الوصف ان شاء الله نخلي لكم الرابط تاع الصفحه، نخلي لكم رقم الهاتف هكا باه تتواصلوا معاهم، قولوا لهم جيناكم من عند مطبخ فاطمه الجزائريه هكا باه يتهلاو فيكم. ونقولها لكم ونعاودها لكم، ما غاديش تندموا عليه نهائيا، وما من السعر تاعو ماهوش حاجه غاليه، حاجه ريزونابل وطبيعيه. هكا نحاولوا اننا نخدموا بالطبيعي اكثر شيء. ان شاء الله يعجبكم هذا البرودوي بعد ما تتحصلوا عليه. قولكم ما تنساوناش بجام وبارطاج لهذا الفيديو باه تعم الفائده ويستفاد الجميع.